حرفا خالدا فتضوعت عبقا على الأكوان وتلألأت بالضاد تشمخ عزة وتسيل شهدا في فم الأزمان. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في العناقيد الأدبية، نتناول فيها عذب النشيد وجميل القصيد. قصيدتنا اليوم هي قصيدة بعنوان صبرا للشاعر الإماراتي عبد الرحيم الزرعوني. القصيدة تقول: صبرا فإن الصبر للأحرار زادوا، ولو زاد البلاء بهم لزادوا. أيجزع من يرى في الصبر بابا إلى الفردوس يوصل من أرادوا؟ سأكظم غيظتي وأري ظلومي جلادا لا يدانيه العباد. أبث لسجدتي لوعات قلبي وأغسل بالبكا روح الشرود. لئن جحد الخليل سنين بذلي سأغفرها له وله أعود. فلم أخلق سوى للبذل حتى ولو جحد الذي كنا نجود. أرى الرحمات تنزل إن عفونا وترفع إن بدا منا الجحود. سأبذل من حظوظ النفس حظي مظنة جنة عليا أريد. وأشهد خالقي يا من يراني ويعرف ما يخبئه الفؤاد. الشاعر بدأ قصيدته بقوله صبرا، وصبرا ليست كلمة إنما هي جملة قد حذف فعلها، فالجملة المقدرة هي اصبر صبرا. والتعبير بالجملة الفعلية في اللغة العربية يفيد الاستمرار والتجدد، أي أنني أصبر صبرا بعد صبر، وهذا يدل على تتابع البلايا. فكلما جاءت المصائب وجاءت النكبات وجاءت المصاعب أكرر الصبر وأجزل الصبر. فصبرا الصبر متكرر ومتلاحق. صبرا فإن الصبر للأحرار زادوا، وكأنما الصبر هو زاد كالطعام والشراب، يستطيع الإنسان من خلالها أن يتقوى في هذه الدنيا على المصاعب والمتاعب لكي يواصل المسير. صبرا فإن الصبر للأحرار زادوا، ولو زاد البلاء بهم لزادوا، أي كلما زادت البلايا وكلما زادت المصائب زاد الصبر وزاد الثبات وزاد الرسوخ على الحق والتمسك به. صبرا فإن الصبر للأحرار زادوا، ولو زاد البلاء بهم لزادوا. أيجزع من يرى في الصبر بابا إلى الفردوس يوصل من أرادوا؟ وكأنه استفهام متعجب يفيد الاستنكار. الذي يريد الجنة لا يجزع لهذه المصائب، إنما هو يريد غاية عليا، ولن يسترخص أي شيء في الجنة، إنما هو يعني الجنة هي غاية أسمى تجعله يصبر على المصائب ويصبر على البلايا التي يقابلها في حياته. أيجزع من يرى في الصبر بابا إلى الفردوس يوصل من أراده؟ وكأن الصبر هذا بابا يوصل إلى الجنان، هو مفتاح هذه الجنان، فإذا أردت الجنة فعليك بالصبر. أيجزع من يرى في الصبر بابا إلى الفردوس يوصل من أراده؟ سأكظم غيظتي. وهنا يبدأ الشاعر ليعرفنا معنى الصبر، الصبر على الأعداء، الصبر حتى على الأصدقاء، الصبر على النفس. فيبدأ بالصبر على الأعداء، كيف يكون الصبر على الأعداء؟ هذا ما سنراه. سأكظم غيظتي وأري ظلومي، أي أنني سأكبت الغيظ وسأكبت ما أشعر به من حرقة بسبب ظلم الظالم. سأكظم غيظتي وأري ظلومي، سأجعل ظالمي الشخص الذي يظلمني يرى جلادا، يرى صبرا، يرى ثباتا، يرى رسوخا، لا يستطيع أحد أن يصبر مثل هذا الصبر. سأكظم غيظتي وأري ظلومي جلادا، قوة وثبات ورسوخ، جلادا لا يدانيه العباد، لا يستطيع أحد من العباد أن يصبره.
أبث لسجدتي لوعات قلبي، أي أنني لن أشتكي إلى أحد ظلم العباد، ولكني سأشتكي إلى الله، إلى رب العباد ظلم العباد. سأكظم غيظتي وأري ظلومي جلادا لا يدانيه العباد. أبث لسجدتي لوعات قلبي وأغسل بالبكى روحي الشرود. وكأن هنا سورة رائعة، وكأن الروح هي جسد محموم يطهرها ويريحها البكاء، فينزل البكاء والماء على الجسد وكأنه إيه؟ وكأنه هو الدواء فيطهرها ويطمئنها. أبث لسجدتي لوعات قلبي وأغسل بالبكاء روح الشرود. هذا هو الصبر على الأعداء. الصبر منه أيضا الصبر على الأصدقاء، حتى الصديق، نعم، لأن الصديق قد يجحد الجميل، فيقول لئن جحد الخليل سنين بذلي سأغفرها له وله أعود، يعني حتى لو جحد المعروف الذي أسديته له فسوف أغفرها له وله أعود، أي سأعود للعطاء وسأعود للبذل، لأنني لم أخلق سوى لهذا، فلم أخلق سوى للبذل، حتى أنا لم أخلق سوى للبذل، سوى للعطاء، إنني لا أريد أجر من أحد، إني أريد أجر الله سبحانه وتعالى، فلم أخلق سوى للبذل حتى ولو جحد الذي كنا نجود، حتى ولو الناس جحدوا الجميل وجحدوا المعروف وجحدوا الخير، فإني سأستمر عليه. ثم ينتقل ويقول أرى الرحمات، أرى الرحمات تنزل إن عفونا وترفع إن بدا منا الجحود. لماذا نتباغض؟ لماذا يكره بعضنا بعضا؟ إني أرى الرحمات تنزل لو عفونا عن بعض، ولو تصافحنا، ولو تقابلنا بصدر رحب. أرى الرحمات تنزل إن عفونا لو عفونا عن بعضنا البعض، وترفع الرحمات والبركات والخيرات إن بدا منا الجحود، ولو بدت القسوة لنا، لو أخذ بعضنا يأكل بعضا لأجل دنيا فانية. لماذا نتباغض؟ لماذا على أي شيء نتعارك؟ إنها دنيا فانية زائلة. أرى الرحمات تنزل إن عفونا وترفع إن بدا منا الجحود. ثم يقرر الشاعر في آخر القصيدة عهدا وميثاقا يأخذه على نفسه، سأبذل من حظوظ النفس حظي، أي سأؤثر الآخرين على نفسي، لأنني لا أريد هذه الدنيا، لا أريد هذه الفانية، إنني أريد غاية أسمى وعالية. لماذا؟ إنني أريد الجنة، إنني أريد الجنة. سأبذل من حظوظ النفس حظي مظنة جنة عليا أريد وأشهد خالقي. أنا بشهد ربنا سبحانه وتعالى أني سأظل على الدرب إلى يوم أن يتوفاني، وأشهد خالقي يا من يراني ويعرف ما يخبئه الفؤاد. أنت يا رب الوحيد الذي تطلع على خبيئة الأنفس، وأشهدك أنني سأظل صابرا صبرا صبرا، فإن الصبر للأحرار زاد، ولو زاد البلاء بهم لزادوا صبرا، فإن الصبر للأحرار زاد، ولو زاد البلاء بهم لزادوا. أيجزع من يرى في الصبر بابا إلى الفردوس يوصل من أرادوا؟ أيجزع من يرى في الصبر بابا إلى الفردوس يوصل من أرادوا؟ سأكظم غيظتي وأري ظلومي جلادا لا يدانيه العباد. أبث لسجدتي لوعات قلبي وأغسل بالبكاء روح الشرود. سأكظم غيظتي وأري ظلومي جلادا لا يدانيه العباد. أبث لسجدتي لوعات قلبي وأغسل بالبكاء روح الشرود. فإن الصبر للأحرار زاد، ولو زاد البلاء
صبرا فإن الصبر للأحرار زاد ولو زاد البلاء بهم أزاد. أيجزع من يرى في الصبر بابا إلى الفردوس يوصل من أرادوا. أيجزع من يرى في الصبر بابا إلى الفردوس يوصل من أرادوا. لئن جحد الخليل سنين باذلي سأغفرها له وله وعود. فلم أخلق سوى للبدل حتى ولو جحد الذي كنا نجود. لئن جحد الخليل سنين باذلي سأغفرها له وله وعود. فلم أخلق سوى للبدل حتى ولو جحد الذي كنا نجود. صبرا فإن الصبر للأحرار زاد ولو زاد البلاء بهم لزاد. صبرا فإن الصبر للأحرار زاد صبرا ولو زاد البلاء بهم لزادوا. أرى الرحمات تنزل إن عفونا وترفع إن بدا منا الجحود. أرى الرحمات تنزل إن عفونا وترفع إن بدا منا الجحود. سأبذل من نفس حظي مظنة جنة عليا أريد. وأشهد خالقي يا من يراني ويعرف ما يخبئه الفؤاد. سأبذل من حظوظ النفس حظي مظنة جنة عليا أريد. وأشهد خالقي يا من يراني ويعرف ما يخبئه الفؤاد. صبرا فإن الصبر للأحرار زاد ولو زاد البلاء بهم لزاد. صبرا فإن الصبر للأحرار زاد ولو زاد البلاء بهم لزاد. أيجزع من يرى في الصبر بابا إلى الفردوس يوصل من أرادوا. أيجزع من يرى في الصبر بابا إلى الفردوس يوصل من أرادوا. سأكظم غيظتي وأريض لومي جلادا لا يدانيه العباد. أبث لسجدتي لوعات قلبي وأغسل بالبكاء روحي الشرود. سأكظم غيظتي وأريض لومي جلادا لا يدانيه العباد. أبث لسجدتي لوعات قلبي وأغسل بالبكاء روحي الشرود. صبرا Ooh.